اتكلمت على جزئية هتلاقوها موجودة ويمكن هتبقى صعبة شوية على بعض الحاضرين، إنما الصورة العامة بتاعت المحاضرة هتبقى في متناول الجميع. الجزئية دي بس يمكن تبقى صعبة شوية، إنما أنا عارف إن في منكم عدد مهتم بهذه القضايا فأدركتها معايا. وأنا بحضر هذا لقيت بالصدفة إن ثلاث مجموعات من المقترحات أو التوصيات الأساسية في الكلام اللي هقوله طلعت خمسات، فلذلك سميت المحاضرة 5 plus 5 plus 5 خمسة وخمسة وخمسة، لأن هم فعلا طلعوا كده بالصدفة إنهم خمسة وخمسة وخمسة، فقلت دي مناسبة جدا إن الواحد يتكلم عنهم بالطريقة دي. فإذا بدأنا هقول معاكم النهاردة هنمشي شوية ملاحظات عامة عن الوضع الثقافي، مش بس وضع المؤسسات بتاعت البحث العلمي والجامعة المصرية وغيرها. ويمكن الحتة اللي هتبقى صعبة بالنسبة لبعض الحاضرين هي أين يتجه البحث العلمي الآن، لأن المرة دي مش هتكلم على أوريكم إزاي بيحصل إن تهجين ما بين العنكبوت والمعزة والمش عارف إيه زي ما وريتكم قبل كده، لا أنا هتكلم في أين يتجه البحث العلمي في تفهم مؤسسات أو مكونات تستفهم مكونات الأدوات التحليلية في البحث العلمي. فهي دي يمكن بس نمرة اتنين دي اللي يمكن تبقى صعبة شوية لبعضكم، إنما أقدر أجيب على أسئلة بعدين في الآخر اللي عايز يعرفها. بعد كده في قضية بتهمنا قوي أو بتهمني أنا جدا، لأن دي قضية مصرية تقليدية وهي عبارة عن كارثة، إنه ناس تقول لي عايزين حل فوري وعايزين نتائج تتحس في السوق بكرة، وإن لازم الشعب التعبان ده هون في مصر يحس إن البحث العلمي ده بيجيب نتائج ملموسة في الاقتصاد بتاعه في ظرف 3 سنين أو 5 سنين بالكتير. وأنا لذلك هكلمكم عن كوريا والبيوتكنولوجي، لأن كوريا دي جت وقالت أنا ليا تقدم علمي كبير جدا وحوريكم مؤشراته، ولكن في نفس الوقت ملياش دور كبير في البيوتكنولوجي. عشان أخش في البيوتكنولوجي حطوا خطة 3 مخططات متتالية كل واحد 6 سنين ويزيد، يعني 18 سنة، خطة 20 سنة. كوريا اللي بتنتج هيونداي ودايوو وسامسونج، وكوريا اللي ضربت انجلترا وفرنسا في عدد براءات الاختراع المسجلة في اوروبا وعالميا، كوريا اللي بتضارب المانيا على المركز الثالث في العالم بعد امريكا واليابان في الاختراعات العلمية، كوريا دي بتقول انا مش هقدر يبقى لي مكانة في البيوتكنولوجي في اقل من 18 20 سنة. واشتغل الجزء الاول 6 7 سنوات لتصحيح الفرشة التعليمية. يبقى ازاي احنا في مصر بالوضع التعليمي اللي انتوا عارفينه اللي مفيش اسرة مصرية ما بتشتكيش منه عايزين نطلع نتائج في 3 إلى 5 سنوات؟ ده جزء من التحدي. فالتوصيات بعد كده هتبقى ازاي نبني القدرة على البحث العلمي. مجموعة التوصيات التانية انا اقدر اسميها توصيات اساسية او مناخية الاول قبل ما نبتدي حتى، وبعدين الجزء الثالث اللي هي استراتيجية مقترحة لتصحيح الاوضاع في مصر. ولكن ايه دورنا احنا هنا المجموعة دي؟ لذلك الجزء الاخير من هذه المحاضرة حول دور مكتبة اسكندرية كعامل مساعد في إقامة هذه الثورة العلمية في مصر. فنمشي مع بعض الأول بالجنرال اوبزرفيشن. هي أنا يؤسفني جدا إن
أوريكم الكرتون اللي حوريه لكم ده. أنا كتبت الرسالة بتاعتي في الدكتوراه على إسهام التعليم في التنمية. خلصت الكلام ده سنة 71، يعني 38 سنة من قبل، تقريبا 40 سنة. وقتها كانت حاجة غريبة جدا إن أنا صدرت رسالة الدكتوراه بكرتون، رسم كاريكاتير، لأني وجدت إن هذا الرسم الكاريكاتير بيعبر عن مخاوفي عن قضية التعليم والتنمية، وآدي الرسم اللي حطيته. هذا الحاكم بيخاطب الشعب بتاعه وبيقول أنا رغبتي إن الشعب بتاعنا، إن بلدنا تبقى أكتر بلد متعلمة في العالم، ولذلك أمرت بأن نصرف لكل واحد منكم شهادة. نكتة؟ ماشي نكتة. لأن أنا كنت متنبئ أو متخوف من أن الضغط السياسي والديمغرافي سيؤدي إلى أن الجامعات في الدول النامية تصبح مهتمة فقط أنها تسلم شهادات للناس، وهتفرغ العملية التعليمية من المضمون الحقيقي بتاعها. ده اللي حصل، ده اللي حصل في مصر، وده اللي حصل في دول كتيرة جدا. فالنكتة للأسف ما طلعتش نكتة، طلعت حقيقة. فإذا المنطلق الأساسي بتاعنا لأي حديث إصلاحي لازم يبدأ إن احنا نعترف بنقطة الضعف بتاعتنا. ونقطة الضعف اللي يمكن الناس ما بتحسش بيها كفاية هو الانهيار الكامل في المناخ الثقافي المصري والعربي. وهقول لكم حاجة، احنا زي ما انتم عارفين واعلنا، طلعنا دلوقتي مكتبة رقمية عربية تعتبر اكبر مكتبة رقمية عربية في العالم، فيها اكتر من 100,000 كتاب. دلوقتي وصلنا كام كتاب؟ بقينا 120,000 تقريبا. بعد 100,000 كتاب عملت الإحصاءات الآتية وحواريكم المقارنة دي، ودكتورة سهير ساعدتني وجابت لي الأرقام بتاعت مكتبة الكونجرس، على اعتبار مكتبة الكونجرس تمثل تقريبا كروس سيكشن أو قطاع لتوزيع الكتب اللي باللغة الإنجليزية، وإن 120,000 كتاب بتوعنا يمثلوا قطاع أو عينة للكتب العربية. ادي التوزيع اللي موجود، قسمناه عموميات فلسفه دين علوم اجتماعيه تاريخ وجغرافيا علوم وتكنولوجيا لغه وادب وفنون. اول حاجه ملفته، احنا متفوقين في ايه؟ الدين. 25% من العناوين العربيه في الدين، يقابلها 4% في اللغه الانجليزيه. متفوقين في ايه تاني؟ في الادب واللغه، اللغه العربيه والادب، 23% مقابل 14%. يعني البندين دول لوحدهم تقريبا نص عدد الكتب العربيه، العناوين العربيه اللي بتطلع. دي صوره للمجتمع، مش صوره لمجموعه بسيطه. مقابل هذا هم متفوقين علينا في ايه؟ في العلوم الاجتماعية 35% مقابل 23%، أما في العلوم والتكنولوجيا ف 20% مقابل 8%. فهم عندهم أكثر من نص الكتب بتقع في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، يعني كلها أنواع علمية. لو نتكلم على الثقافة العلمية اللي بتعم في المجتمع وفهم هذا المجتمع لما يحدث حوله من تطورات، ما نستغربش إذا كنا نشوف مجموعة الأرقام دي لهذه الخلافات الموجودة. ما نستغربش إن تبقى بتعم الخرافة عندنا في المجتمع بينما الثقافة العلمية مش موجودة، إذا كان عدد الكتب اللي احنا بنعملها في العلوم والتكنولوجيا 8% فقط. إذن ده جزء من الخلفية الاجتماعية اللي بنتحرك فيها كمؤسسات. لو عايزين نعمل طفرة علمية في المجتمع بتاعنا، ده جزء من الواقع بتاعنا.
غير هذا الواقع لنا ان احنا نسأل في مساءلة تصحيح نظام التعليم بتاعنا. هل النظام بتاعنا فعلا بينمي القدرات العلمية، القدرات التجديدية في العقل المصري والعقل العربي المعاصر؟ لنا نحن نسأل هل عندنا مقدرة ان احنا نتعرف على الابتكارات الجديدة اول ما بتبان، وان احنا نعرف نتحرك عليها لما بنشوفها؟ لان احنا نسأل هل فعلا لو في افكار جديدة بتتحول الى تطبيقات تكنولوجية؟ الوصلة ما بين الباحث ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، هل الوصلة دي موجودة وشغالة ولا لا؟ لان في